للعام الخامس على التوالي، وإحياء المناسبة في تعز أمر بالغ الصعوبة للكثير من أبناء المحافظة في الريف والمدينة على حد سواء في ظل استمرار حالة الحرب والحصار. أضحية العيد من الطقوس التي اعتاد اليمنيون القيام بها كل عام، لكنها خلال السنوات الأخيرة أضحت أمرا صعب المنال للكثير من الأسر التي تعيش أوضاعا معيشية صعبة جراء الوضع الناتج عن حرب الميليشيا المستمرة على المحافظة. نحن الآن جينا نشتري أضحية في سوق التربة، لكن للأسف الشديد وجدنا الأسعار غالية جدا، يعني ما قدرنا نشتريها. أقل قدي أو كبش أو كذا بتحصلش 70-80 ألف، وصلت إلى 120 ألف. يعني الدخل الذي لدينا كمواطنين لا نستطيع شراء الأضحية، فنعود بلا أضحية، وسنقوم أن نعيد بدقاء يعني بدقي أخرج لنا من هذه الأضحية، لأن الدخل لدينا ضعيف جدا. ارتفاع جنوني في أسعار المواشي وصلت حدا خياليا يقابلها انعدام مصادر الدخل وعدم انتظام صرف المرتبات، ناهيك عن الانهيار المتواصل لقيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية. العام الماضي كان الدولار ب 555، نحن نتعامل بالدولار، المواشي الخارجي كله نشتريها بالدولار. السنة هذه نشتري الدولار من 585، اختلف السعر على العام الماضي. الإقبال مش نفس الإقبال حق العام الماضي بالنسبة للمواطنين، الإقبال قل والناس ضباح عليهم هذه. يوم أجي أشتري التيس الخارجي ب 70 ألف، العام كان ب 60 ألف. السنة العام الماضي كانت أكبر زور ب 600، السنة ب 700 ألف. يتحول عيد الأضحى المبارك من مناسبة فرائحية إلى موعد لإذكاء الوجع والقهر لدى المواطنين في وضع تكون فيه أضحية العيد حكرا على فئة بعينها. مع قدوم عيد الأضحى المبارك تغيب مظاهر الفرح والبهجة التي اعتاد عليها المواطنون قبل انقلاب الميليشيا وحربها على الشعب اليمني، حيث تحول العيد إلى مناسبة أخرى لقهر المواطن وإذلاله. فواز الحمادي، قناة بلقيس، تعز.